يا تهم في ايه؟ كنت عايز سلفة رؤوفية. سلفة؟ يا ابني انت لسه واخد الراتب بتاعك مالكش 3 4 ايام، لحقت صرفته؟ ايوه دول 800 جنيه، 800 جنيه هيعملوا ايه؟ انا باكل لحمة بس في الشهر ب 1000 جنيه. وتاكل لحمة ليه؟ ما الناس كلها مقاطعة اللحمة، ايه؟ ما بتقراش جرايد؟ ما بتشوفش تلفزيون؟ مع احترامي لحضرتك، الدنيا كلها تقطع اللحمة الا انا، انا لو عملت كده هبوظ اللي بقالي سنين بعمله وجسمي هيروح. وانت تاكل لحمة غالية و 90 جنيه ليه؟ ما في لحمة صومالي ولحمة اثيوبي وفي لحمه كمان مجمده ورخيصه جدا وكويسه. ان شاء الله تكون لحمه حمير. هو انا اعترضت على رؤوف ايه؟ اسمع تهامي، انت تكيف حالك على الراتب اللي بتاخده وتمشي امورك على كده، بعدين انا هحل لك مشكله اللحمه ازاي اذا كانت الدوله نفسها مش عارفه تحل مشكله اللحمه؟ احلها لك انا؟ تهامي ارجع لشغلك، انا مش فاضي. انت بتعيطي ليه دلوقتي بس يا نوسة؟ ما انت كمان بتعيط اهو. لا هو في راجل بيعيط؟ بعدين انا عايزك تجمدي، برودة اسود قد الدنيا وبتعيط ازاي؟ انا مش قادرة اتصور ان انا عايشة من غيرك يا حبيبي. اهو نسيبنا بقى يا نوسة، هنعمل ايه؟ ابوك وامك عندهم حق، اذا انا مش قادرة اكفي نفسي هكفيك انت ازاي؟ وهفتح بيت منين؟ بص يا حبيبي، انا مستعدة استحمل اي حاجة، هسيب الدنيا كلها علشانك، بس ما تسيبنيش يا تهامي. حتى دي كمان يا نوسة ما نقدرش نعملها، ابوك وامك ما عملوش حاجه وحشه معايا، انا اللي قصرت. صحيح غصب عني، انما هما ذنبهم ايه؟ اهلك عايزين يطمنوا عليك يا نوسة وده حقه. يا تهامي انت ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت عايز تسيبني بعد كل ده؟ انت ايه اللي انت بتعمله ده؟ حتى الدبلة يا نوسة كنت انت اللي جايباها على حسابك، انا ما استاهلكيش، انا انسان فاشل. ناجي باشا، ناجي باشا، عايزك يا تهاني. والمصحف ما مصدق عليا يا باشا، مش مصدق عليا. بلاش غلبة وتعالى ورايا. حاضر يا باشا. وحياتك هتلا 2 كيلو كمان عشان الظهر دول مش هتكفوني. ربنا يخليك لينا يا باشا. انت قلت لي بتاخد مرتب 800 جنيه؟ ايوه يا باشا. يعني انت بتقبض مرتبك اول الشهر يا دوب تنزل تفطر وخلصت. ايوه يا باشا. طب يا دي انت مش انا مديلك نمرة تليفوني وقلت لك لو تعوز حاجه بكلمني؟ بصراحه اتكسفت يا باشا. انت بتشيل كام كيلو دلوقتي يا طهامي؟ 185 كيلو يا باشا. بس انا اعرف ان انت كنت بتعدي 200 كيلو. زي ما انت شايف يا باشا، صحتي ما بقتش زي زمان وكل مدى في النازل، انا تعبان يا باشا. امروها انت. قول يا طهام. طهام انا عايزك تسيب الشغلانه بتاعت الجيم اللي مش جايبه تمنها دي، بتاعت الشغل معايا. انا خدامك يا باشا. تاخد نيفه؟ انا بس مش عايز اكلفك يا باشا. يعني هي جت على النيفه؟ 2 كيلو نيفه تاني وحياتك. كل يا طهام كل. انا عايزك بقى بعد ما تاكل تحكي لي على كل مشاكلك.
ولما انت بتنيل وبتحبها قوي بترمي لها الدبله في وشها ليه وتسيبها؟ انت حمار يالا؟ ما كانش قدامي حل تاني غير كده. ما كنتش عايز اربط مستقبلها بواحد فاشل ملوش مستقبل زي حالاتي. ده انت كيف؟ هي ابوها بيشتغل ايه؟ السيرك. بيشتغل ايه في السيرك؟ مروض اسود. ايه؟ مروض اسود. مروض اسود، يسعى المرة منك روح لسعى كرباك يكومك. وهي بتشتغل ايه؟ مروضة اسود. يا نهار اسود، ده انت هتتلسع من كل حتة. اسمها ايه؟ نوسة يا باشا. نوسة. البنت دي خطيبتك وهتجوزها في اقل من شهر. بجد؟ يا ريت يا باشا. بس لازم نصلح الاول الهباب اللي انت حببته ده. نصلحه، بس ازاي يا باشا؟ ناجي عطا الله عميد سابق في الجيش وملحق في الخارجيه السابقة برضه. اهلا يا فندم. اهلا بيك. اتفضل سعادتك. اتفضل حضرتك. اتفضل اتفضل. ايه يا مالك واقف زلابة كده ليه؟ اقعد اقعد يا تهامي، اقعد ما تكسفش، اقعد. شوف ابو نوسة، الواد ده بيحب نوسة ونوسة بتحبه، واحنا جايين عشان نحط النقط فوق الحروف. بس يا ناجي بيه الحب مش كفايه. ما انا عارف، ما هو اصل مش معقول كمان الواد ده يتقدم كده فرداني لبنات الناس من غير ما يرجع لي، ما انا زي ابوه انا اللي مربيه. ما هو اصلا ناجي باشا يخلص خالص. يخلص. ايوه ابو موسى. شوف يا ناجي بيه، توام لما دخل من الباب وطلب البنت قلنا له اهلا وسهلا، وقال انه هيعمل وهيسوي، ولا عمل ولا سوى، وفي الاخر كمان عايز يقعد البنت من شغلها، يعني اللي عايز يرحم ولا يسيب رحمه ربنا تنزل. كلمني انا يا ابو موسى، سيبك منه، ده وضع عبيط اهبل. صل على النبي عليه الصلاه والسلام. شقته موجوده في عمارات العبور، انا عملت له تنازل عنها، يعني الوقت الشقه باسمه. ربنا ما يحرمني منك. يخلص خالص. ودي الشبكه يا ابو موسى. المهر بقى ادونا فرصه شهر، يعني شهر مش اكتر، وهندفع لكم اللي انتوا عايزينه. عدنا العيب. مش مساله فلوس والله يا ناجي بيه. ما انا عارف انا عارف، بس الحاجات دي اصلها لازم تتحط لها حدود عشان كل واحد يبقى مرتاح. وانا ما اقدرش ارد لك كلمه، كفايه دخلتك علينا وتشريفك لينا. نقرا الفاتحه؟ نقرا الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم. وحضرتك مش ده اسد برضه؟ يا سلطان تعال يا سلطان. تعال يا سلطان. تعال يا سلطان ازاي؟ الله يخرب بيتك يا تهاني. الباب منين؟ مش عارف. الباب منين؟ اهو اهو.